مش أول مرة بنلاقي يعني أهل هؤلاء بيتبروا منهم يا أماني، تفتكري ليه؟ أخطر جملة في الفيديو اللي احنا سمعناه ده، أخطر جملة على الإطلاق، لما قال ابني ما كانش كده بس مراته. بس مراته وأنا هقف عند الكلمة دي، لأن تنظيم الأخوات ده جزء أساسي، وده الباب الخلفي الحقيقي والقوة الضاربة لتنظيم الإخوان منذ النشأة وحتى اليوم. لما كانوا بيعوزوا يضللوا قوات الأمن وهي بتطاردهم، الكلام ده من الخمسينات والأربعينات مش النهاردة يعني، كان تنظيم الإخوان لازم يمشي قدام، وحتى ده في مسلسل الجماعة كان واضح جدا، يمشي قدام علشان الناس تمشي وراه اللي لازم يتهربوا من أي قوة أمنية بتطاردهم. وبالتالي المرأة في التنظيم عندها دور مهم وخطير وعندها عبء، وفي الفترة اللي احنا بنعيشها في أثناء ضعف التنظيم الآن، القوة الضاربة لعمليات التجنيد هي المرأة الإخوانية. المرأة دي سواء كانت أم أو فتاة، علشان كده هيسهل عملية الزواج. يعني عايزين نقول لكل أسرة مصرية، لو جه ابنك بهدوء كده وقال لك أنا لقيت عروسة ومش محتاجة مني ولا حاجة، لازم هي تسأل وتخاف وتحط قدامها، يعني ده كلام اللي بنقوله، ده علم، بالتعبير اللي بيقول لازم نتحسس مسدسنا، لازم. لأن تنظيم الأخوات الآن مهمته مع ضعف التنظيم واستغلالهم للوضعية الاجتماعية بتاعت إن المصريين مش هيشوفوا واحدة يعني بنقابها أو بخمارها ويتساءلوا وكذا، هم مقدمين نفسهم. وهفكرك يا شادي بأن كل المسيرات الصغيرة اللي من أيام بؤرة رابعة الإرهابية كان الإزعاج الأساسي فيها هي المجموعات النسائية والفتيات، وطبعا كلنا فاكرين 7 الصبح والحاجات اللي من هذا النوع. فعملية المتاجرة بالمرأة ده جزء من منهج وعقيدة التنظيم، والمرأة ليها أدوار، زي ما هي رحم لازم ينجب كثيرا علشان يكتروا عددهم، هي ليها وظيفة الآن، أولا تيسر عملية الزواج اللي ببلاش مقابل استقطاب عنصر جديد، 2 عملية النقل وإعادة التوعية في المساجد اللي بتقوم بها المرأة الإخوانية الآن في مصر وخارج مصر، 3 لازم نبقى واخدين بالنا ان هو مش هتقولك انا امراه اخوانيه، بس انت هتقدر تكتشف من مفردات اللغه، من طريقه الحوار اللي فيه درجه عاليه جدا من الجفاف، لان هم بيأدوا ادوار الرجال عندما يختفي الرجال تحت الارض. ده دورهم في التنظيم. وده دورهم في التنظيم من اول ما التنظيم ده ابتدى، مش من دلوقتي. وفي مسلسل الجماعه الحقيقه دي كانت من الحاجات البارزه جدا، يعني هو كان مسلسل كاشف الحقيقه جدا.